ولا على الطيارات، وهذا معاك من دور الاخصائي الاجتماعي دور مهم جدا ودور لازم يكون فعال وكده، لكنه الاول الناس مش فاهمه ايه الدور ده، يعني ايه اصلا اخصائي اجتماعي في مدرسه، يعني إيه بيعمل ايه، لغايه الناس لغايه دلوقتي لسه ما عندها قصور في فهم الموضوع ده. هو الاخصائي الاجتماعي اساس العمليه التعليميه، يعني دور الاخصائي الاجتماعي في المدرسه اهم دور موجود في المدرسه. بيعمل كل حاجه، يعني بيحل المشاكل او بيساعد الولد او البنت في حل المشاكل بجميع الطرق، باي يعني طرق كتيره جدا جدا، يعني يا اما بيعمل علاقه مهنيه مع الطالب ويحاول يحل المشكله. لازم يبقى دوره ده مفاعل مع مدير المدرسه، يكون مفاعل مع المدرس بتاع فصله، يعني ما يكونش ما بيشتغلش في جزيره منعزله. لازم كله بيتضافر في حل مشكله الطالب مهما كانت هذه المشكله. الاخصائي الاجتماعي بتبقى دراسته اساسا علم نفس، يعني بيبقى دارس علم نفس كليه تربيه؟ كليه تربيه، كليه خدمه اجتماعيه، بيبقى الاثنين مع بعض. طيب هل ده بقى تنفذ على ارض الواقع، يعني بنسبه كام في الميه؟ يعني انا مش عايزه اقحم نفسي، ولكن انا تجربتي الشخصيه مع الاخصائي الاجتماعي في المدرسه يعني ما كنتش حاسه بيه خالص، يعني يمكن لو احنا اتخانقنا مع بعض كطلبه ممكن تلاقي بقى ايه المديره زهقت مننا راحت بعتنا المكتب الاخصائي الاجتماعي مثلا. لكن يعني بنسبه كام في الميه اللي حضرتك قلته كان بيطبق في المدارس الحكوميه؟ خلينا نمسك سيستم المدارس الحكوميه. يعني انا ما مش قادر احكم قوي، لكن هو بالنسبه للمدارس الحكوميه من المفروض الاخصائي الاجتماعي بيبقى اساس المدرسه، ومن المفروض ان هو بيشتغل شغله المفعل اللي يقدر يعمل او يقدر يعمل العلاقه المتوازنه، العلاقه الايجابيه ما بين المدرس وبين ولي الامر وبين الطالب، عشان تبقى العلاقه متكامله. يعني بنسبه كام دي بترجع حسب ظروف كل مدرسه وحسب ظروف كل اداره، ما اقدرش احسبها بنسبه كام. حضرتك كموجه اول تربيه اجتماعيه سابق لقيته بيطبق فعلا بكفاءه في المدرسه؟ كعندنا احنا كاداره شمال بيطبق تطبيق كامل، لان بيبقى فيه متابعه باستمرار، سواء متابعه من المواجهين، سواء متابعه مني انا، سواء متابعه من مدير اداره، سواء متابعه من المتابعين، لازم يبقى فيه. وبعدين لو متابع دخل مدرسة، لو مدير عام دخل مدرسة، لو أنا دخلت المدرسة وفي تقصير بنقدر نتكلم مع بعض، التقصير ده جاي من إيه؟ فبنقدر نحل المشكلة. طيب نحن نقدر نحل المشكلة بأسلوب أو بآخر، واخد بالك حضرتك إزاي؟ يعني برضو إحنا ما بنشتغلش في الجزء المنعزل، لازم يبقى فيه تضافر كإدارة مع بعض، نقدر نشوف الدنيا فيه.